وادي اتوبيس البعثه في طريقه ان شاء الله لملعب المباراه باذن الله. باذن الله بعد المباراه يكون لينا باذن الله فرحه الكبيره ونرجع منتصرين، وباذن الله يعني نبارك لبعض ان شاء الله. طيب حد يقول لي، طيب بالنسبه للاتحاد الافريقي، طبعا قبل ما نخش على الاتحاد الافريقي تاني، كل اللعيبه ان شاء الله جاهزين فيما عدا طبعا محمد عبد المنعم. السوليه يعني جاهز ان شاء الله بنسبه كبيره، وباذن الله هنشوف بقى التشكيل النهارده اللي هيعمله مستر موسيماني. كله دلوقتي عمال يفكر 4 3 3 ولا 3 4 3 ولا 4 2 3 1. مستر موسيماني بيعرف يتعامل مع المناسبات الكبيره، بيعرف يدير كويس قوي 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 في المناسبات الكبيره، ما بيسيبش حاجه غير وهو دارسها بنسبه 100%. باذن الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون جاهزه بنسبة 100% في لقاء النهاردة. اللقاء النهاردة مستر بيسو موسيماني طبعا هو اللي هيختار، هو أدرى واحد بلاعبته. النهاردة نادي الأهلي ونادي الوداد كتابين مفتوحين، يعني مفيش حد هيقول إن أنا التاني مش عارف حاجة عني التاني، لا لا، النادي الأهلي يعرف كل حاجة عن الوداد ونادي الوداد يعرف كل حاجة عن النادي الأهلي. النهاردة نتكلم على حاجة بسيطة جدا جدا جدا، هي دي الحاجة الوحيدة الوحيدة اللي اتعملت صح من الاتحاد الافريقي الوحيدة، وده خلي بال حضراتكم اتعمل ليه؟ علشان ده كان فيه ضغوط من النادي الاهلي. حكم المباراة، وحكم المباراة هنتكلم فيه مع الكابتن ناصر عباس اللي هينضم لينا مباشرة الان. طيب بإذن الله رب العالمين إن شاء الله حكم، ما هو برضه هم جابوا لنا حكم كويس قوي دكتور جوميز، وهو كان محكم مباراة في قبل النهائي، فاحنا قلنا بصفة كبيرة جدا إن مستر إن الاتحاد الأفريقي مش هيجيب دكتور جوميز مرة تانية، ولكن ضغوط النادي الأهلي هي اللي جابت دكتور جوميز. ضغوط النادي الأهلي هي اللي جابت دكتور جوميز. أتمنى التوفيق ليه النهاردة زي ما اتمنى التوفيق طبعا لفرقه النادي الاهلي. اتمنى ان هو ما يتاثرش بالاجواء اللي موجوده سواء بره او جوه، وباذن الله باذن الله رب العالمين الحكم يكون عند حسن الظن، ولاعيبه النادي الاهلي انا متاكد انها هتبذل قصارى جهدها، وانها انا النهارده ما يهمنيش اداء، النهارده ما ببصش على اداء، ببص على روح، ببص على شخصية النادي الأهلي، ببص على حماس، ببص على إصرار، ببص على عزيمة، ببص على فرحة كبيرة إن شاء الله لو توفر كل دول، ببص بإذن الله رب العالمين على كأس إفريقيا الـ11 بإذن الله يرجع بيه رجالة ونجوم النادي الأهلي مع جمهورنا العظيم.